من الأخطاء قول بعضهم أو اعتقاد بعضهم أن الفراسة حصر على الرجال وأن النساء لا ينفعنا لا الفراسة الذاتية ولا الفراسة التعليمية، وهذا خطأ بحت، لأن علم الفراسة كبقية العلوم، والعلوم ليست محصورة على الرجال فقط. فأمنا عائشة رضي الله عنها كانت عالمة حتى على بعض الصحابة. تابع قناتنا على اليوتيوب وتواصل معنا عبر سناب شات، إنستغرام، واتساب.